إذا مشاهدينا الكرام، بشأن تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل بخصوص عائدات النفط، معنا هاتفيا من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي دكتور سناء عبد القادر. مرحبا بكم دكتور سناء. إذا كيف تصفون هذه الخلافات مجددا بين بغداد وأربيل بخصوص واردات النفط؟ أولا السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. أهلا ومرحبا. الموقرة الخلافات هي بالأساس حول مسألة تسليم 250 ألف طن يوميا من 250 ألف برميل يوميا من النفط كردستان إلى بغداد، يعني إلى سومو، إلى وزارة النفط التي تمثلها سومو. المبلغ المتفق عليه أنه 12% من صادرات النفط العراقية بشكل عام تسلم إلى كردستان، لكن مع الأسف أنه لم تفي كردستان بهذا الغرض، وصار خلاف حول هذه المسألة وحول قانون النفط والغاز في 2007 ولم يقر لحد الآن. كردستان أقرت قانون النفط والغاز خاص بها بمنطقة كردستان، من هنا نشأ الخلاف. يعني قيمة 250 ألف برميل يوميا لم تسلمها كردستان إلى سومو. وآخر التصريحات لإقليم كردستان أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كردستان لم تبيع إلا 118 مليون دولار، ولم تحصل إلا على مبلغ زهيد وأقل من المبلغ المتفق عليه. يعني شايف كيف؟ يعني هذا الخلاف طبعاً 100 دولار تقريباً البرميل الواحد. نعم. دكتور سناء، هذه الخلافات الجارية إلى أي مدى ترى أن الآن ثروات العراق المعروضة على طاولة المفاوضات أنها رهنت وفقاً للمزايدات وربما الابتزاز السياسي؟ هذا صحيح اللي تكلمنا. نعم صحيح جداً، لأنه ثروات العراق النفطية رهنت للمزايدات السياسية بين كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وحتى يعني طبعاً الجنوب. يعني كردستان تتهم الميليشيات العراقية الموجودة في الوسط والجنوب بتهريب النفط العراق عبر البصرة إلى دول أخرى وبيعي منها إيران وغير إيران. هنا يعني مستقبل الشعب العراقي مرهون بهذين القطبين، خلينا نسميهم شايف كيف؟ قطب كردستان وقطب الجنوب والوسط. يعني إذا الشعب العراقي لم يربح أو لم يستفاد ولا دولار واحد. نعم. النفط العراقي. الآن وزير المالية الحالي أيضا أعلن إيقاف الأموال المخصصة لكردستان العراق في موازنة هذا العام. يعني كيف سيؤثر هذا القرار في موضوع نفط كردستان عموما وهذه الأزمة؟ كيف تتوقع أيضا رد فعل إدارة كردستان العراق على ذلك؟ أول شيء طبعا التصريح ليس فقط حسان عبد الجبار وزير النفط، وحتى وزير المالية قال إذا لم تسلم. أول شيء طبعا قرار المحكمة الاتحادية أنه بإبطال قانون النفط والغاز الذي أقره إقليم كردستان. ووزير المالية على ضوء ذلك دكتور علاوي أنه صرح أنه إذا لم تسلم كردستان حصة العراق التي هي 250 ألف برميل يوميا إلى سومو التي تمثل الحكومة العراقية، إذا نحن لم نسلم 12% من واردات النفط العراقي ولم ندخل هذه حصة تقليم كردستان من ضمن موازنة حتى 2022 لهذه السنة. نعم. يعني وزارة النفط الآن الحالية طالبت شركات الغاز، كما تعلم دكتور شركات الغاز والنفط في كردستان العراق، بتوقيع عقودها مع شركة سومو. يعني هذه العقود إلى أي مدى ترى أنها قد مررت أصلا من قبل هذه الأزمة؟ لم تمرر هذه العقود، لأن كردستان كانت تصدر لوحدها عن طريق ميناء جيهان في تركيا. ولم تسلم قيمة هذه العقود إلى الحكومة العراقية، لذلك هو موضوع الخلاف. يعني صار عدة سنوات أنه حكومة كردستان تصدر النفط خارج العراق عن طريق جيهان وتستلم هذه المبالغ إليه.
وحتى يعني هاي المسألة ليس يعني اليوم وإنما زمان يعني قبل كم سنة هذا الموضوع. نعم يعني في ظل كل هذه السجالات إذن والتصعيد بين أربيل وبغداد، ألا ترى أن الخلاف النفطي هو جزء من الخلاف السياسي المتعلق أصلا بتشكيل الحكومة في بغداد؟ نعم صحيح جدا، وهذا المسألة طبعا انطلق على تشكيل الحكومة في كردستان، لأنه هاي هذه الاجتماعات والاتفاقات والتصريحات وإلى آخره على تشكيل الحكومة العراقية لمدة 8 أشهر ولم نتوصل إلى حل في تشكيل الحكومة العراقية. إذن مسألة مراهنات ومسألة فوائد ومسألة مصالح لحد الآن، وهذا حد أشوف يعني الوفود رايحة وجاية إلى أقليم كردستان، ولا زال القضية معلقة طبعا لحد الآن مثلا تشكيل الحكومة العراقية، وهذا أهم شيء طبعا. وقد هذا القرار ميزانية 2022 حتى مسألة قانون الأمن الغذائي كذلك، لعلمه طبعا حتى قانون الأمن الغذائي كذلك له علاقة بتشكيل الحكومة العراقية بين رد وأخذ، شايف كيف؟ كل هذه الملفات تتعلق نعم بالأزمة السياسية. إذن شكرا جزيلا لكم من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر.